إذن متابعينا الكرام متابعي قناة الشاب قناة شفتو اللي كنتواجدو معاكم في مدينة تطوان، فكما كتشوفو معنا هنايا كوبل العائلة ديال الأرانب ديال المترو، قليل ديال المترو كما كنسميو هنا في مدينة تطوان، فكما كتابعو معنا يعني في هذا البيت أمور باش نعرفو هذا القليل ديال هذا المترو، فالثمن ديالهم يعني داير مية وخمسين درهم يعني هذا الكوب هذا يعني هذه العائلة هذه اللي كتابعوا معنا يعني متابعينا الكرام في هذه البث المباشرة التغطية المباشرة من قناتكم يعني قناة الشاب قناة التلفزيون يعني خلال التغطية المباشرة متابعينا الكرام. طبعا انتم كتشاهدوا معنا يعني الكوب ديال المترو هما بسمين يعني قليل ديال المترو حتى شاف قليل هذا يعني ديال التربية وصراحة يعني كيتربوا فمن خلال يعني المباشرة التغطية المباشرة متابعينا الكرام. إذن متابعينا الكرام الله أكبر يعني اللهم رب الدعوة تم الصلاة خمعة سيدنا محمد وسيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم المقام المحمود الذي وعدنا فكما كتبوا معنا يعني في هذا البث المباشر متابعينا الكرام كما كتبوا معنا يعني من خلال التغطية المباشرة من مدينة تطوان ودائما يعني من السوق المركزي هنا مدينة تطوان فكما كتبوا معنا كاين هذه العائلة ديال الأرانب ديال المترو فيعني هذا الكوبل هذا وهذا جميلة صغيرة راه مزيانة هذا الشيء عام الشكل فهذا راه الابن ديالهم كذلك يعني صغير فهذا الكوبل هذا فهو يعني داير 150 درهم هنا في الاسواق ديال مدينة تطوان فطبعا يعني باش يعرف
المتابع الكريم يعني اللي كيتابعونا يعني في مدينه تطوان. ف الاثمنه ديال هذا ديال بعض يعني الاثمام والطيور لبعض انواع ديال الطيور وكذلك يعني النوع ديال الارانب فهو يعني كيعرف واحد الثمن منخفض ودائما يعني كاين الهوته فهذا يعني العيد الكبير. ففي الفتره هذه يعني كاين واحد الاقبال ضعيف يعني صراحه معنا شراء يعني انواع ديال الطيور كذا. فالانسان يعني بنادم كامل كيفكر في العاولي كيفكر في العيد فواش مبروك كذلك. فيعني حنا الايام يعني قليله يعني على عيد الاضحى فانتم كتابعوا معنا يعني في هذا البث مباشر متابعينا الكرام يعني من خلال هذا البث المباشر انتم كتشوفوا معنا هادشي كتجي هنا القناه ديال التربيه تما كتشوفوا مع معنا القيط ولا شي حاجه كيضربوا ما كاين حتى شي حاجه. وطبعا يعني هما يعني هما عائله يعني اللي كتشاهد معنا في هاد البث المباشر. غتشوفوا الجماليه ديال هاد الكوبل هذا الصراحه وهذا كذلك يعني هاد الفرخ ديالو من الفرخ باقي صغير. فهادو طبعا يعني هادو كلهم يعني فرخ ديال التربيه وقلين ديال التربيه. وطبعا يعني حتى الناس يعني اللي كيبغيو انهم عندهم يعني انتساب يعني يربيهم فهادو ما كيتربوا حتى في البيت حتى في المنازل العاديه يعني الصراحه الى علمتي يعني على حسب يعني الحوض ديال لهم. فهاد القلين هادو انا التجربه يعني اذا علمتيهم يعني فين يمشيو يعني بدو تشاو المرحة ديالو فبلا ما حتيش انك دير لهم الطاجين ولا دير لهم شي حاجه. هادو راه كيتربوا وكيعرفوا اصلا يعني مع بنادم يعني موافي مع البشر حتى ما كتشوف يعني هي ما كتخاف ولا كتجري حتى شي حاجه خاصة غيرها ولا هذا الكبير هذا. فطبعا انتم كتشاهدوا معنا يعني متابعينا الكرام سبحان الله يعني تشوفوا الشكل ديالهم الجميل تشوفوا الجماليه ديالهم. هما هاد الكبير هذا يعني هنا كما قلت يعني الثمن ديالهم يعني وصل 150 درهم 150 درهم غادي تجي تجيب كوب ديال القليم وزايد معاهم يعني هاد الزيون هاد الفريخ هاد الزيون هذا تشوفوا يعني سبحان الله يعني تشوفوا العين هذا وتشوفوا يعني الشكل ديالو جميل وشحال دقيق يعني حتى القرين سبحان الله يعني تاهم يعني فيهم يعني قرين هما يعني حنين وظريف وصراحه يعني زينين. ثم معنا يعني على هما باش المتابعين الكرام يعني الثمن ديالهم يعني 150 درهم يعني هي و 150 درهم شحال كتبقى فيها الجوج وزائد كتدي معاهم هاد الفريخ هاد الزين هذايا. فطبعا يعني شكون بغاهم شكون اللي بغا ياخذ هاد الهوسه هادو شكون اللي بغا يدير الهوسه متابعينا الكرام. اذا ها هما على المباشر دابا يعني هما تاهم مساكين يخرجوا على الطويره وارتاحوا مزيان. اذا كما كتشوفوا معنا على المباشر اذا القلين ديال المترو هو يعني ماشي بحال قلين اخر عادي يعني القلين اللي كيجي حرش بهذاك القلين يعني اللي كيكون يعني خصو ضروري خلا خصو ضروري اتساع. فبالعكس يعني القلين هذا فهو يعني قلين هذا يعني القلين هذا فهو يعني قلين يعني اللي هو يعني قلين يعني اللي كيتربى سبحان الله يعني اللي كيتربى واللي كيتوالف مع البشر يعني اللي كيتوالف مع الناس. يعني طبعا يعني الانسان يعني يقدر انا قلت يعني اللي يعتزل يعني اولا شي حد يعني يعتزل يعني ولا يعتزل يعني في القلين هذا. فطبعا يعني هذو هما ديال التربيه ديال الدار. فطبعا يعني كيتربى ولا عربي تما يعني المكان يعني اللي غيمشيو باش يكفيو الغرض ديالهم فهما يعني فهم يعني كيمشيو يقضيو الغرض ديالهم يعني كيتربوا موافي لانهم يعني يقضيو الغرض ديالهم. اذا انتم على المباشر يعني كتشوفوا معنا متابعينا الكرام من خلال التغطيه المباشره ومن خلال يعني البث المباشر متابعينا الكرام يعني من خلال الاوتيه اللي جبنا طبعا يعني ها باقي باقي نشوف يعني ها 150 درهم كنت جايين يعني كدي هديه معاك يعني هديه ليا هاد القرين يعني الصغير هذا اللي شراه فرحان خرج من الارض كيتسارى كيتشوف اذا كما يعني متابعينا الكرام يعني كنتسمعوا معنا يعني الحلقه هذه من خلال يعني هاد التغطيه المباشره من خلال يعني على قناتكم قناه الشعب قناه شوف تي في من خلال يعني هاد البث المباشر متابعينا الكرام يعني جبنا لكم هاد الهوته هادي. فشكون اللي بغاها وشكون اللي بغا ياخذ هاد الهوته هادي يا سبحان الله هاد الكوب ديال القليل شوف بحال غادي يرتاحوا وشعروا الراحه ديالهم كما قلت لكم يعني كيتوالفوا مع البشر سبحان الله هادو ما كيتربوا يعني كيتربوا حتى في البيت حتى في
قصد الدار يعني قصد الدار إنسان يعني قادر على ربي وما يخافش يعني العيال على حسب ما سنستين يعني ولا في يوم بغينا نقدروا الحاجة ديالو فهو خايف الدوشة ديالك الدوشة ديال البيت صغيرة وما يقدروا أنهم يعني يقلب حاجات هذا كتشوف أوجاع يعني عادي كيتواجد مع البشر متابعين الكرام يعني متابعين قناة شوف تي في هانتوما كتشوفوا يعني هاد الكوب ديال هاد القليل هذا دايره هنا في مدينة تطوان 150 درهم فزائد يعني هاد التسليط هذا فاللي بغاهم يجي يعني حدا السوق المركزي دائما هنا في مدينة تطوان يجي ويفوز بهاد الكوب هادايا وبالصحة والراحة إذا 150 درهم هانتوما كتشوفوا هاد الكوب هذا ديال هاد القليل هذا فاللي عزيز عليه ربي هاد النوع ديال الحيوانات هاد اللون ديال الأرانب فيجي محظوظ يعني حتى السوق المركزي دائما يعني عند مراد عجبه مراد كاين هنايا ويتاخذ يعني الكوبيات الكوبيات الجميلة هذه شوف الصورة فيهم جميلة هذه يعني كما كتشوفوا يعني راه يعني سبحان الله في الجيم واخدين راحتهم ونازلين عادي إذا متابعينا الكرام يعني متابعي قناة شوف تي في كنتم معنا يعني في البيت مباشر من مدينة تيبون وطبعا يعني اللي يبغى هذا الكوب هذا فهو يعني داير 150 درهم فمرحبا به يجي ياخذ هذا الكوب هذا وبالصحة. Hello.